اسمي مديان حامد عبد الهادي، مدرس مساعد قسم ترميم الاثار كليه الاثار جامعه الفيوم. اهلا وسهلا بيكم جميعا. ان شاء الله النهارده باذن الله تعالى يعني نحاول ان نكون ربنا يكرمنا كده ونكون موفقين ان نقدر نوصل لكم معلومه. بس انا كنت طبعا كنت افضل، والدكتور علي طبعا ما جهزلناش الكلام ده، ان يكون في سبوره هنا، يعني الموضوع ده محتاج شرح بصراحه اكتر منه ان انا ابص واشوف، لكن جايبين على قد ما نقدر باذن الله تعالى كده جايبين لكم شويه عينات لتاكيد المعلومات، تمام؟ لان في حاجات غريبه شويه على الحقل الاثري في مجال الموضوع الاحبار، يمكن ما حدش تناوله كتير يعني. ان شاء الله النهارده المحاضره هتكون بعنوان امده واحبار المخطوطات الاثريه، تمام؟ ووصفاتها. زي ما واضح طبعا من العنوان ولو انه صغير شويه، تمام؟ انا عايز بس الفت نظركم لحاجه اهم من الكلام ده كله. انا اتكلمت قلت ان امده واحبار المخطوطات الاثريه وذكرت المخطوطات، يعني المفترض ان انا مش هتكلم هنا الا عن الاحبار فقط لا غير. في حاجات تضاف الى الاحبار، انت عايز تفهمها شويه ولا لا؟ كمل انا هلا اتفضل. ماشي. في حاجات غير الاحبار استخدمت في مجال تزيين المخطوطات، اللي هي زي المواد الملونه المستخدمه في تزيين المخطوطات وعمل المنمنمات اللي هي المينيتشر، تمام؟ المفترض طالما انا قلت امده واحبار المخطوطات فهي انا اتكلم عن فتره ما قبل الطباعه وابتكار الاحبار الحديثه، اللي هي فتره المخطوطات واستخدام الامده المداد او استخدام الحبر بالمعنى المعروف اللي احنا ان شاء الله هنعرفه دلوقتي بس لما الدكتور علي يخلص نسخ. خلاص يا جماعه اتفقنا على ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن الاحبار، لكن مفيش اي مانع خالص ان لو حد عايز يتكلم عن المواد الملونه، اصل في طبعا لفظ شائع كده ناس بتقول عليه الاحبار الملونه او الملونه، تمام؟ وده طبعا لفظ خاطئ علميا، مفيش حاجه اسمها احبار ملونه اساسا. الحبر لا يطلق الا على الماده ذات اللون الاسود المستخدمه في تدوين المخطوطات الاثريه، تمام؟ او المخطوطات وقتهم، لان طبعا وقتهم ما كانش حاجه اسمها اثريه. فان شاء الله النهارده اول حاجه نتكلم عليها الحبر او المداد، تعريفه بالمعنى الواسع، تمام؟ وبالمعنى التقني والمعنى العلمي الدقيق. المعنى الواسع هي اي ماده استخدمت لتدوين اي صفحه من صفحات المخطوطات الاثريه، ايا كان هذا النوع، ايا كان نوع الصفحه، سواء هي طبعا من الرق او البرشمنت او الورق، تمام؟ اما بالنسبه للناحيه التقنيه فهي اي ماده استخدمت في تنفيذ ملامح او كتابات او احرف لتوصيل معلومه معينه او توصيل فكره معينه يقصدها الكاتب اثناء تدوين هذا المخطوط باستخدام مثل هذه الاحبار. بالمعنى العلمي هي الماده ذات اللون الاسود المكونه من ماده تتفاعل تفاعلا طبيعيا، وانا طبعا اقصد طبيعيا دي بعدين، تتفاعل تفاعلا طبيعيا مع مادة الحامل المستخدمة في تدوينه، وتحتوي على مركبات. هذه المركبات استخدمت في تحضير هذه المادة، ده نقطة. وفي أحيان أخرى في بعض أنواع المداد أقول استخدمت في صناعة هذه المادة أو صناعة مادة الكتابة. التحضير طبعا لا يشمل عملية تصنيع للمادة، يعني لا يشتمل على أي رياكشن تفاعل كيميائي بين مكونات الحبر زي أحبار الكربون، ده طبعا كل ده في تعريف المداد. اما اذا كان هناك صناعه فهي تقتصر على المركبات التي يحدث فيها تفاعل ما بين مكونات الحبر لانتاج المداد الاسود او الحبر الاسود المستخدم في عمليات تدوين المخطوطات او كتابتها. تمام؟ هذه المواد قد تختلف الوانها، ولكن في النهايه بتديني بلاك كومبلكس اللي هو الحبر الاسود او المركب الاسود اللي بستخدمه في عمليه التدوين هذه.
اما بقى عن مكونات الاحبار، الاحبار بصفه عامه اي احبار في الدنيا حتى لو كان بالشكل المجازي اللي بنتكلم عليه، سواء احبار ملونه او احبار كربونيه زي طبعا اللفظ الدارج او الشائع، او احبار حديديه كربونيه وده طبعا لفظ خاطئ، والاحبار الحديديه ثم الاحبار الملونه ثم الاحبار السريه وما الى ذلك من انواع الاحبار المعروفه او التي وردت بالكتب المختلفه والمخطوطات المختلفه. تتركب هذه الاحبار عموما من ماده ملونه وليست ملونه، لان الماده طالما وجدت فهي ملونه خلق الله، يعني الماده جايه لونها احمر فلم يحدث ان حد لونها، هي ماده ملونه. ولكن هنا انا بستخدمها ماده ملونه لانها هي التي تخلق اللون في مركب الحبر اللي انا ايه هستخدمه في عمليات التدوين او الكتابه او الزخرفه. مظبوط الكلام كده؟ بالإضافة للمادة الملونة طبعا تحتاج هذه المادة، وإن كانت تتكون من مسحوق أو منقوع أو مستخلص، فهي تحتاج إلى مادة مذيبة سولفنت، تحتاج إلى مادة إيه؟ مذيبة، اللي هي المادة القادرة على إزالة مكونات هذه المواد الملونة. بالإضافة إلى ذلك بعض هذه المواد الملونة أيا كانت لا ترتبط بسطح المخطوط او الحامل اللي عندي ارتباطا جيدا الا في وجود وسيط رابط، وسيط رابط اللي هو الميديم، ايا كان نوعه من الغراء او الصمغ او الزيوت المختلفه. طبعا ده يعتمد على نوع الحبر، يعني الانواع طبعا اللي بتستخدم فيها الغراءات او الاصماغ اللي هي احبار الجالوتانين او العبسوتانين واحبار الكربون او الاحبار الكربونيه. بالإضافة إلى ذلك طبعا دي المكونات الرئيسة، الثلاث الرئيسة قلنا أول حاجة المادة الملونة، ثاني حاجة مادة المذيب، ثم مادة الوسيط اللي لها وظيفتين، ربط حبيبات مادة اللون أو مادة الحبر بعضها ببعض، ثم ربطها ثانية بسطح المخطوط أو سطح آسف الحامل الجاري تدوينه أو رسمه أو زخرفته أو إلى ما إلى ذلك من هذه المصطلحات. يضاف إلى هذه المواد مواد أخرى تكسب المركب الأساسي المستخدم في عمليات التدوين أو الزخرفة أو الكتابة صفات معينة يحتاجها القائم بعملية التدوين أو الزخرفة أو المرشد إليه، يعني المكلفه بهذا الموضوع. من ضمن هذه المواد طبعا مواد عطرية زي إضافة المواد التي تكسب رائحة للأحبار، وهذه موجودة في الأيام الحالية في بعض الأقلام اللي الناس بتشتريها. مواد أخرى تكسب بعض الألوان أو بعض الشادوز كده اللي هي الظلال اللونية للأحبار الأساسية، تمام؟ في بعض المواد اللي بتستخدم في بسط ونشر الحبر بحيث أن يجعله أكثر انسيابية أو انسكابا من قلم الكتابة، ودي اللي بيطلق عليها المواد الممدة أو الإكسبندرز، تمام؟ زي كبريتات الباريوم، زي كبريتات البريم. وفي مواد تساعد على جفاف الحبر سريعا بمجرد الكتابه به، زي المنجنيز والكوبالت، زي المنجنيز والكوبالت، زي املاح المنجنيز والكوبالت. بالاضافه طبعا الى مواد اخرى قد يحتاجها زي السكر او الملح او الشبه او ما الى ذلك من المواد الاخرى. اول حاجه انا عشان اتكلم عنها طبعا كاتب هنا اولا احبار ومواد الكتابه السوداء، وده التقسيم التقليدي المتبع في معظم المراجع اللي عندي، ان انا هقول احبار سوداء واحبار ملونه واحبار مش عارف ايه، لكن عايزين نتفق مبدئيا ان لا يطلق لفظ حبر يا جماعه الا على المركب اسود اللون، المركب ايه؟ اسود اللون، خلاف ذلك ايا كان لونه لا يطلق عليه حبر او ايه؟ او مداد. لا يطلق عليه حبر او مداد، لكن يطلق عليه ماده كتابه ملونه أو مادة زخرفة ملونة. أنا بتفق بس قبل ما هبدأ. فمن ضمن طبعا الأحبار ومواد الكتابة السوداء أول حاجة أحبار الكربون والأحبار الكربونية. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ وده يمكن لفظ غريب شوية. ما بيبقاش في حاجة اسمها أحبار كربونية وفي أحبار كربون. طيب عايزين نفرق ما بين المصطلحين دول. أحبار الكربون هي التي يستخدم في تجهيز عنصر الكربون الخالص. عنصر الكربون الخالص ورمزه ايه؟ سي، ورمزه سي. اما الاحبار الكربونيه فهي التي تنفس او تستخلص
موادها من مواد تكون عضوية أو غير عضوية، تحتوي على قاعدة من الكربون، ولكن هذه القاعدة متحدة ببعض المواد الأخرى كالبروتينات أو كفوسفات الكالسيوم، ودي موجودة طبعا في بعض الأنواع اللي هنتكلم عليها لما أجي أتكلم بإذن الله تعالى عن الأنواع اللي عندي كلها. يبقى عايزين نتفق، حبر الكربون لا يطلق إلا على استخدام البيور كاربون اللي هو الكربون الخالص في تجهيز مادة ايه؟ الحبر. اما اذا كان مصدره نباتي او حيواني، مستخلص من مادة نباتية او حيوانية تحتوي او تشتمل على مادة الكربون كقاعدة بالاضافة الى فوسفات الكالسيوم والبروتينات، وده مطلب على فكرة من المطالب المستخدمة في مجال الاحبار، ان الحبر الجيد من احبار الكربون او الاحبار الكربونيه لابد ان يحتوي على جزء من البروتينات او الزيوت التي تجعله ذائبا حقيقيا في ماده المذيب والوسيط، لان عنصر الكربون الخالص انتوا عارفين ان ده عنصر خام الانرت لا يتفاعل. يبقى اذا انا حتى في النص في الاول خالص قلت ان في مجال في الجزئيه الخاصه باحبار الكربون لا يمكن ان اطلق عليها عمليه صناعه. أحبار الكربون لا يطلق عليها إيه؟ عملية صناعة، لأنها لا تحتوي ولا تكتنف في طياتها أي رياكشن أو تفاعل حادث بين مكونات الحبر المستخدمة للتحضير. هنا مجرد إن أنا بجيب عنصر الكربون الخالص وأخلطه بوسيط مع مادة المذيب، فما بيدينيش هنا ترو سوليوشن اللي هو المحلول الحقيقي، ولكن بيدوني حاجة اسمها إيه؟ إيمالشن مستحلب، بحيث ان حبيبات الكربون بيكون سسبندد في الليكويد او السولفنت بالاضافه للايه؟ للوسيط. تمام؟ حبر الكربون طبعا تعرفين انه اول انواع الاحبار المستخدمه في التاريخ. يقال بعض الناس تقول ان الصينيين هم اللي سبقونا في اختراع الكتابه باستخدام احبار الكربون، وفي بعض المقالات اللي بتتكلم عن المصريين القدماء هم اول من اكتشفوا احبار ايه؟ الكربون. المهم في السياق ايا كان هذا او ذاك، فهو ان شاء الله كده حصل انه اكتشف هذا النوع من الحبر وتم استخدامه في عمليات الكتابه قبل 3000 عام قبل الميلاد، قبل سنه 3000 قبل ايه؟ قبل الميلاد. يعني تقريبا كده أي كان زي ما قلت يا جماعة التاريخ، لست بحاجة هنا إلى التاريخ إن أنا أذكره سواء 3000 أو حتى 4000 أو 5000. أنا عايز أقول إن بداية ظهوره طبعا على المخطوطات، وطبعا في الحكاية في الوقت ده يبقى أحبار الكربون تظهر الحمل بتاعتها أكيد هتكون إيه؟ بردية، المخطوطات البردية. حبر الكربون أول أنواع الأحبار لو أنا هرصها سواء أحبار كربونية أو حبر كربون خالص، أول حاجة هنتكلم عنها حبر الكربون القديم. ليه انا فصلتها؟ قلت هنا الحبر الكربون القديم، قلت الحبر الصيني وحبر اسود العاج وحبر السيبيدج وحبر البيستر، وفي حاجه اسمها الاحبار الشرقيه واحبار كربونيه اخرى. طبقا لماده التي يحصل منها على ماده الكربون او الماده الكربونيه التي يشتملها الماده الاساس المصدر. فاول حاجه حبر الكربون القديم، حبر الكربون القديم لا يطلق إلا على الأحبار المنفذة باستخدام عنصر الكربون الخالص، عنصر الكربون الخالص الناتج عن حرق الزيوت واستقبال استناجة على آنية مخصصة لهذا الايه؟ الغرض، ثم قشطها في هيئة عنصر خالص بيور وأضيف لها مادة المذيب اللي عندي ثم مادة الوسيط عشان أحصل على المستحلب الذي يستخدم في عملية التدوين والايه؟ والكتابة. طبعا عنصر الكربون حبر الكربون هنا ما اقولش عليه الا ان هو استخدم في مجال الكتابه والتدوين فقط، لم يستخدم طبعا في مجال الزخرفه الا في الوقت الحالي في جنوب شرق اسيا ودول اليابان، والكلام ده كله بيستخدموه في عمليه تنفيذ الرسوم اللي انتم بتشوفوها اللي هي الرسوم اليابانيه، رسوم الطيور والكلام ده كله. اما بقى بالنسبه للحبر الصيني،
الحبر الصيني او الحبر الشيني، بيطلق عليه برضو الحبر الشيني او الحبر الهندي. يبقى الحبر الصيني هو الحبر الهندي او الشيني، وده استخدم فيه مصدر لمادة الكربون عبارة عن السناج المجمع من حرق انوية النباتات او انوية ثمار النباتات، تمام، او اغلفة البذور، ثم طحنها بعد ذلك واضافة مادة المذيب سواء مية او خلافه، ثم إضافة مادة الوسيط. وهنا بتكون أشهر الوسائط المستخدمة في تجهيز الأحبار الشينية أو الصينية هو الغراء الحيواني، هو الغراء الحيواني. طبعا أنا لو عندي عينتين من الحبر وشاكك إن ممكن يكون استخدم الصمغ العربي أو استخدم الغراء الحيواني، عايز أتأكد من المعلومة دي إزاي؟ طبعا أطبع الحبر، عينة الحبر اللي عندي للتحليل. والموضوع ده طبعا شائك في مجال المخطوطات، مظبوط الكلام، شائك جدا جدا جدا، ولا يمكن حد يسمح لك انك تاخذ تحصل على عينه عشان تقوم بتحليلها. فهذه الحاله اعمل ايه؟ يمكن افضل طريقه استخدمت في هذا المجال هي طريقه الجي سي ماس، اللي هو ليه التحليل الكروماتوجرافي المزود بطيف الكتله، التحليل الكروماتوجرافي او التحليل بالفصل الكروماتوجرافي المزود بطيف الكتله. ده الناجح الوحيد اللي بيعمل سيربي او سكان، سيرفيس سكان للسطح، وبعد كده بيديني ايه انديكيشن للمواد المستخدمه كوسائط او المواد المستخدمه كمواد ملونه زي عنصر الكربون في هذه الحاله. طيب حبر اسود العاج واضح من الكلام ان هو طبعا ايه الناتج عن حرق ماده العاج ايا كان مصدرها، او العظام، أو العظام يطلق عليه طبعا حبر أسود العاج أو العظم. تالت حاجة بقى حبر السيبدج، اللي هو بقى ده الفيصل في موضوع اللي هيفصل لي ما بين حاجة اسمها الأحبار الكربونية وأحبار إيه؟ الكربون. التلاتة اللي أنا اتكلمت عليهم سواء حبر الكربون القديم أو الحبر الصيني أو حبر أسود العاج دي أحبار إيه؟ كربون، كربون إنكس. أما حبر السيبدج وحبر البيستر وبيسموه حبر السخام، وأنا أقول ليه حبر السخام يعني، تمام، الاثنين دول أحبار كربونية، كربونيكيس إنك. لذلك في المراجع الأجنبية ممكن تلاقي كلمة كربون إنك وتلاقي الكربونيكيس إنك. يعني بمعنى أصح القاعدة الرئيسة في مجال أحبار الكربون الكربون إنك هو عنصر الكربون الخالص مع المذيب ومع إيه؟ ومع الوسيط اللي هي المادة الرابطة. أما في حالة الكربونيكيس إنك هي مادة تحتوي في طياتها على عنصر الكربون، ولكن ليس هنا عنصر الكربون هو المادة الملونة الرئيسة في تحضير هذا النوع من إيه؟ من الأحبار. دي النقطة اللي أنا عايز ألفت النظر ليها. حبر السيبدي أو الحبار أو السيبيا طبعا ده بيتم الحصول على المادة الملونة أو المادة التي تحتوي على عنصر الكربون زي ما أنا اتكلمت في مجال الأحبار الكربونية عن طريق الصبغة الموجودة داخل أكياس الحبر الموجودة في سمكة الحبار أو سمكة السيبيا أو ما يشبه سمكة الصبيط اللي احنا طبعا بنتغذى عليها. فيها حاجة اسمها جيوب للحبر، بحيث ان هي أساسا بتستخدم الموضوع الحبر أو الصبغة ده في إخافة أعدائها من الأسماك اللي ممكن تتغذى عليها. هذه الصبغة طبعا قادرة الجرام واحد فيها قادر على صناعة صبغة في مقام برميل كبير. يعني دي قدرة من عند ربنا طبعا وحاجة طبيعية، وتبارك الله أحسن الخالقين. ماشي يا جماعة؟ هذه المادة طبعا تحتوي على في تركيبها على مادة الكربون، وتحتوي على البروتينات وفوسفات الكالسيوم بالإضافة إلى شوائب أخرى تريسس. يتم تكفيف جيوب الحبر قبل استخدامها، ثم حرقها وطحنها طحنا جيدا لتحويلها إلى إيه؟ فاين باودر اللي هو مسحوق ناعم، وبعد كده اضيف ليها ماده المذيب ثم ماده الوسيط. ماده المذيب ثم ماده ايه؟ الوسيط. طبعا المذيبات والوسائط في جزء خاص بيها هنتكلم عليه بعد شويه، ايه اشهر المذيبات اللي استخدمت واشهر الوسائط اللي استخدمت. تمام؟ الاحبار دي اللي انا اتكلمت عليها لحد السيبدج كلها تصلح للكتابه على ما يطلق عليه طبعا بتلاقوه في المراجعه باسم الكاغد اللي هو الورق، تمام، وتستخدم في مجال برضه كتابه وتدوين البرديات، وتستخدم في كتابه وتدوين بعض انواع الريك والبارشمنت
ولكن في هذه الحالة لابد من زيادة في استخدام مادة الوسيط، في استخدام مادة ايه؟ الوسيط. نيجي بعد كده حبر البيستر. انتوا طبعا زي ما انتوا شايفين هنا كده المنظر اللي على الشمال ده لأسماك الحبار او السيبيا، هي دي الأسماك المستخدمة. لو انا لاحظت يا جماعة هنا عندي الجزء ده زي سمكة الصبيط بالظبط، لو حد شايفها تلاقيها زي سمكة الصبيط، ده نوع منه تاني. الحبر السخان او البيستر يختلف طبعا خالص تماما عن النوع ده، انه عبارة عن مادة الكربون التي تشملها النواتج الناتجة عن حرق الهيدروكربونات الغازية او السائلة، الهيدروكربونات الغازية او السائلة، او حرق بعض انواع الزيوت، او حرق بعض انواع الزيوت التي تزيد بها نسبة الدهون عن الزيوت اخرى. يعني كلما زادت نسبة الدهون في زيت من الزيوت استخدمه في الحصول على مادة كربونية لتحضير الاحبار الكربونية اللي هي الكربونيكس انك وليس هي حبر الكربون. واضح الكلام لحد دلوقتي يا جماعة؟ الفرق ما بين حبر الكربون والاحبار الكربونية. في بقى طبعا الاحبار الشرقية والحديثة، ودي طبعا عبارة عن حبر كربون خالص، حبر كربون خالص. اللهم الا حصل لها اضافات، ان اضافوا لي في بعض الاحيان نواتج حرق بعض انواع الاخشاب مباشرة، يعني ما بيستخدم ليش لا الانوية ولا اغلفة البذور ولا الكلام ده كله، بيحرق اجزاء من الاخشاب فيما يشبه الفحم حاليا. يعني انا ممكن دلوقتي استعيد في تحضير احبار الكربون الخالص باستخدام مطحون الفحم من اي مصدر، سواء طبعا فحم طبيعي فحم حجري او استخدام فحم فحم نباتي. لكن انا في النقطه دي اللي بتكلم عليها انهم دخلوا حرق الاخشاب في الحصول على ماده الكربون التي تستخدم في تحضير احبار الكربون. الاحبار الكربونيه الاخرى دخلوا فيها طبعا حرق بعض النباتات والقش، وحرق بعض اكياس الموجودة في بعض الأسماك، وحرق بعض جلود الأسماك للحصول على عناصر الكربون لتحضير الأحبار الكربونية في هذه الحالة، وليس حبر الكربون. في نقطة اللي هي رقم ب، طبعا ده كله ألف، احنا بنتكلم في أحبار الكربون والأحبار الكربونية. هي مفهومة لحد دلوقتي ولا حد عايز يسأل في حاجة فيها؟ اتفضل. الفرق ما بين الاثنين، حبر الكربون اللي هو الكربون انك لما يرد بهذا اللفظ في المراجع يا جماعه، المقصود به الحبر المنفذ او المجهز، وانا بقول تجهيز وليس صناعه، هنا ليس هناك صناعه عشان ما فيش اي تفاعل كيميائي. الحبر المنفذ باستخدام عنصر الكربون الخالص من مصادره، عنصر الكربون الخالص من مصادره. اما الاحبار الكربونيه واللي بيطلق عليها في المصادر كاربونيكيس انك، دي المقصود بها المواد الحيوانية والنباتية التي تحتوي على مادة الكربون في تركيبها وليس أساسيا، بالإضافة إلى بعض البروتينات وبعض أنواع الفوسفات والمركبات الكيميائية الأخرى. كده واضح لحضرتك؟ في سؤال تاني يا جماعة في النقطة دي؟ بالنسبة لحبر الشيك، نعم، تمام، دلوقتي الوسيط المستخدم من مادة عضوية صنع عربي او غراء حيواني، تمام، دلوقتي ضرر على القطعه العضويه كانت بارتي او خشب او الضرر منين؟ دلوقتي بتجوبها مع الماده الوسيطه دي لا لا، انا بس عايز اتكلم في النقطه دي. طبعا هو مش الموضوع هنا مجالنا ان احنا نتكلم عن موضوع يا جماعه التلف هنا خالص. هو المقصود هنا اللي يقصده اي ماده عضويه هي عرضه للتلف البيولوجي بتعرضها لاي مقدار من الرطوبه، دي عايزين نتفق عليها. وعشان الماده العضويه، طبعا اي ماده عضويه، ليه قلت اي ماده عضويه؟ في بعض المواد غير العضويه طبعا معرضه للتلف البيولوجي. الماده العضويه تحتوي على العناصر الاساسيه اللازمه لنمو الكائنات الحيه الدقيقه، زي عناصر الكربون والاكسجين والنيتروجين والكلام ده كله، ودي كلها عناصر مهمه بتستخدمها في تخليق الغذاء وعمليات عمليات يا جماعه البناء الضوئي، لو حد هيستغرب، لان في بعض انواع الفطريات والطحالب على سبيل المثال دي مواد فيها صبغات الكلوروفيل وبتقوم بعمليه التمثيل الضوئي والكلام ده كله.
اما اللي بيتكلم عليه طبعا عشان استخدام مادة الوسيط فانت ما عندكش اي الوسائط المستخدمة كلها وسائط عضوية، سواء الصمغ العربي مادة عضوية نباتية، الغراء الحيواني مادة عضوية حيوانية، تمام، بالاضافة لبعض الزيوت الناتجة عن او استخلاص او التقطير الاتلافي لبعض البذور للنباتات المختلفة كزي بذر الكتان على سبيل المثال، تمام، كل دي مصدرها عضوي، فاذا تحتوي على العناصر اللازمة لنمو الكائنات الحية الدقيقة. ففي هذه الحالة انا لو استخدمتها في عمليات الديكومنتيشن اللي هي توثيق الاثار لابد ان انا اعمل لها عملية معالجة قبل الاستخدام، اضيف ليها بعض المبيدات الحشرية او الفطرية، تمام، او احاول ان انا اضيف مادة قاتلة للكائنات الحية الدقيقة من المواد اللي بتستخدم في مجال الاحبار زي كبريتات الحديدوز اللي هي الفيرا سلفيت او الكوبراس زي ما الناس بيسموها او الزاد، وده هنتعرض ليه ان شاء الله. انتوا طبعا مطولين معانا ولا تزهقوا؟ عشان الموضوع ده ياخد وقت جامد جدا يعني. خلاص يا جماعة، فلو ضفتها عندي مخاطر اخرى. لو انا بسجل قطع اثرية اخشى عليها من الحموضة، اخشى عليها من الحموضة، فكبريتات الحديدوز هنا على سبيل المثال وهي مادة قاتلة للكائنات الحية الدقيقة رغم انها مادة مبيدة الا انها مادة جالبة للحموضة بتوفر قدر مناسب من الرطوبة، يبقى انا وقعت في تحدي ايه تاني. فالانسب لي ان انا استخدم مادة مبيدة بدون حدوث اي تفاعل اخر قد ينتج عنه حموضة او الكلام ده كله في مركب الحبر المستخدم في عملية التدوين. طبعا تمام، حسب حسب اللي هو مية النار. ايه يا جماعة، نعم، انا بتكلم بقول انا دلوقتي ممكن استخدم مادة قاتلة في التركيب بتاع الحبر اللي انا بستخدمه في عمليات التسجيل يا جماعة، لكن عندي مخاطرة تانية ان ممكن يتكون حمض الكبريتيك نتيجة توفر قدر من الرطوبة، وانا عندي مجموعة الكبريتات موجودة بسم الله ما شاء الله في كبريتات الحديدوز. وعلى فكرة عشان برضو نلفت النظر، هي طبعا المادة الهدامة في الاحبار عموما خاصة احبار الجالو تانين المعدنية، في احبار ايه الجالو تانين المعدنية، لانها القاسم المشترك كملح معدني مستخدم في احداث التفاعل الكيميائي للحصول على مركب الحبر، لكن اتجنبها والافضل لي استخدم مادة ايه مبيدة ولكن بالجرعات المسموح بها ساعدتكم، عشان طبعا في برضو تحدي اخر وهو الحرص على سلامة المرمم او القائم بعملية التسجيل والتوصيل. مظبوط كده؟ الانتقال التدريجي من احبار الكربون للاحبار المعدنية اللي هو الحبر الخليط، تعالوا كده نغير المفهوم اللي احنا عارفينه يا جماعة عن احبار الحبر الحديدي كربوني. هو لم يقصد من تنفيذه انه يبقى حديدي كربوني خالص، هو حصل ان الحبر الكربون، وطبعا انا ما اتكلمتش فيها قلت ما قلتش عيوبة لما اجي اتكلم عن الموضوع ده، نتيجة العيوب الموجودة في احبار الكربون يا جماعة اضيفت مواد، هذه المواد تستخدم في تحضير احبار الجالو تانين المعدنية، وبرضو ما اقولش عليها الاحبار الحديدية، لان ليس الحديد هو الملح الوحيد المستخدم في تحضير هذه الاحبار، فلذلك عايز الغي من دماغي لما اجي اتكلم عن هذه الاحبار واقول كلمه الاحبار الحديديه خالص، ما اتكلمش على النقطه دي، اقول احبار معدنيه، اتلاشى الخطا، اتلاشى وقوعي في الخطا، تمام. فالانتقال التدريجي من احبار الكربون والاحبار اللي هي المعدنيه هي مرحله وسيطه نتج عنها مركب اطلقوا عليه مجازا او خطا الحبر الحديدي كربوني. ايه اللي حصل يا جماعه؟ لما صنعت الاحبار احبار الكربون خاصه احبار الكربون، ليه بقى؟ في على الاخر هنا كده لو حد شايف في حاجه مكتوب حبر البستر الخالص لونه بني، مظبوط؟ هذا النوع من الاحبار الناتج زي ما قلت عن تحضير حبر السخان او البستر اللي انا اتكلمت عنه ووصل لدرجه اللون البني، في صفه تجمعه هو واحبار مثلا زي حبر العصف المعدني او حبر العصف الحديدي، تمام، اللي هو حبر الجالو الحديدي او حبر الجالو التنين المعدني ايا كان اللفظ، وصفه البهتان حصل له فيدنج. ليه هنا بقى؟ لاحتوائه على الماده العضويه اللي انا اتكلمت عليها اللي هي البيتومينات، هي المسؤوله هذه الماده يحدث لها بمحلال واكسده
تنتزع منها مجموعات الهيدروكسيل وتحول الى مجموعات الكربونيل او الكربوكسيل. تمام. عملية الاكسادة الاكسيديشن هي تحويل مجموعات الهيدروكسيل الموجودة في تركيب المادة العضوية او موجودة على سلاسل السيلولوز في الحامل الورقي او الحامل من البردي الى مواد دالة على حدوث الاكسادة, وهي مجموعات الكربونيل ومجموعات ايه الكربوكسيل اللي هو الكربوكسيل جروب والكربونيل جروب. تمام. ودي بقى نتكلم عنها ان شاء الله في المرة اللي جاية الخاصة بدور المحاليل المنظمة مضادات الاكسدة, فلازم نتعرض لموضوع الايه الاكسدة. فهنا الحبر ده بيشترك مع احبار الجلو التانين عموما في عملية البهتان. تمام. لكن لا تعتريه العيوب التي تعتري احبار الكربون, ومنها رقم واحد عند تعرض الاحبار المستخدمة احبار الكربون المستخدمة في تدوين المخطوطات لدرجة حرارة شديدة تتحول الى قشرة صلبة تنفصل عن الحامل ولا تترك اي اثار للحبر, يعني تتحول الى كراست, طبقة صلبة تنفصل. وانا قلت قبل كده يا جماعة ان احبار الكربون من ضمن عيوبها انها لا تتفاعل مع الحامل الورقي كاحبار جلو تانين المعدنية, ولكنها ترتبط بهذا السطح ارتباطا وثيقا عن طريق مادة الربط المستخدمة وهي الوسيط الرابط ايا كان من الغراء الحيواني زي ما انا قلت او الصمغ العربي او ما الى ذلك. هذه النوعية طبعا لا تعتريها هذه العيوب. اما اذا بقى تعرضت احبار الكربون لجو فيه زيادة من الرطوبة يحدث شيء اخر, تدمى. يعني ايه تدمى يا جماعة؟ يحدث ليها سيلان كده زي الدم بالظبط, زي ما واحد بيتجرح كده وبينزل منه قطرة ايه قطرة دم, هو ده المقصود باللفظ تدمى او ما يطلق عليه علميا بليدنج. حتى في مجال التلف عندنا حاجة اسمها بليدنج اللي هو النزيف. النزيف بمجرد انا قلت قبل كده الحبر المصنع في الفايدة بتاعته اللي هو بيحدث فيه كيميكال رياكشن هو اكثر ارتباطا واتصالا بسطح الاثر وتفاعلا معه, يبقى اصعب ازالة واصعب تأثر بالمحاليل والمواد الاخرى اللي ممكن نستخدمها في عمليات العلاج. اما هذا النوع فيطلق عليه تحضير لانه لا يشتمل على عملية تفاعل كيميائي. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ بناء عليه طالما لم يحدث التفاعل الكيميائي فهو عرضة للانفصال عن سطح الاثر ايا كان بدرجة الحرارة الزائدة التي تحوله الى طبقة صلبة تنفصل, او بنسبة عالية من الرطوبة تفكك حبيباته غير المترابطة. والمعروف طبعا او المتفق عليه ان اي مادة عشان افكك جزيئاتها تاني بعد ما كونتها استخدم لها نفس المادة المذيبة المستخدمة في تحضيرها. والمستخدم في تحضيرها هنا ايه المذيب؟ المية. ممكن افككها بالمية الا اذا, عشان برضو ما هي المية مستخدمة في مجال تحضير الاحبار احبار جلو تانين المعدنية ولا يحدث ذلك الا اذا حدث تفاعلا كيميائيا او حدث تفاعل كيميائي. فبيحدث في هذه الحالة ايه؟ ان المية بتبقى كوهيرنت مرتبطة داخليا في روابط بقى ايا كانت تساهمية عن طريق ربط بكباري ايونية او ما الى ذلك من وسائل التفاعل الكيميائية المختلفة, التفاعلات الكيميائية المختلفة. واضح هذا الكلام؟ نتيجة هذين العيبين بقى ايه اللي حصل؟ على فكرة العيب اللي هو الاخير بتاع ان تدمى بيطلق عليه كده في المراجع اسم الشلفطة, شلفطة الاحبار او شلفطة احبار الكربون, عشان برضو لحسن انسى اللفظ يبقى حد يذكرني بيه. تمام يا جماعة؟ نتيجة العيبين دول ايه اللي حصل بقى؟ في فترة معينة قبل سنة 25 قبل الميلاد تحديدا, قبل سنة 25 قبل الميلاد تحديدا اضافوا مادة كبريتات الحديدوز اللي هي الفيرا سلفيد او الكوبراس اللي انا اتكلمت عليها. تمام. لهذا المركب من حبر الكربون لاحداث جزء من التفاعل او لعمل ربط بوندنج ما بين جزيئات الكربون بالاضافة للوظيفة التي يقوم بها الوسيط. ثم في فترة لاحقة اخرى اضافوا بعض من مادة العفص او الجال اللي بيطلق عليها الجال, وانا بوريكم ان شاء الله المواد دي كده عندي انا منها عينات جايبها.
قبل 25 قبل الميلاد. هي طبعا H2SO4 قصدك FeSO4 بوينت في 5 H2O او 7 H2O. لا لا تركيبات مختلفه حسب جزيئات الماء اللي فيها. خلاص يا جماعه طبعا تعرفين ان عيوب هذه المواد اعترف بها لاحقا وفضلت احبار الكربون طبعا على احبار الجالوتانين نتيجه انه لا يحدث لها الا العيبين اللي انا ممكن اتحملهم. اما العيب الاخر الموجود في الاحبار الاخرى اللي احنا نتعرض لها ان شاء الله وهو حدوث احتراق اسفل الكتابات او حدوث حموضه كامله للمخطوط اللي عندي او حدوث اكسده كامله تؤدي الى التكسير الاتلافي لجزيئات السلولوز او الياف السلولوز، وده خطر اشد من الحبر يدمى او الحبر ينفصل. ممكن اعمل له اعاده لصق او ممكن اعمل له عمليه انعاش ريفايبل او عمليه ترطيب باستخدام اي وسيط من الوسائط التي فقدها او اعيد ليه المحتوى المائي الذي فقده اثناء عمليه الجفاف، بس بشكل بطيء بشكل يشبه عمليه تطريه ورق او مستندات البردي الجافه بعرضها للبخار الايه البطيء التدريجي. خلاص يا جماعه هذا النوع من الاحبار اطلق عليه بقى ايه الاحبار القطدل. نفس الخطر ايه؟ نفس الخطر. لا لو حولت الى كراست سوليد يعني لا في الحاله دي ده ما يطلقش عليه بليدنج. بليدنج ده تفكك الجزيئات ونزحها للخارج نتيجه تفككها عن طريق اي ماده مذيبه من المواد كالمحاليل الكيميائيه اللي بتستخدمها في العلاج او كالميه او تعرضه لاي نسبه من الرطوبه عاليه تتفكك الجزيئات وتخرج خارج اللاينز بتاعه الكتابه ده يطلق عليه عمليه ايه؟ بليدنج او الشلفطه. تمام؟ اتفقنا يا جماعه على كده؟ ده فيما يخص الانتقال التدريجي من احبار الكربون للاحبار الايه؟ المعدنيه. ليس هناك قصد من اضافه هذه المواد عشان اطلق عليها حبر حديدي كربوني، يطلق عليها الحبر الايه؟ الخليط او خليط الحبر. يطلق عليها الحبر الخليط او خليط الحبر، اتفضل. الكبريتات الحديدوز هتعمل لي ايه يا جماعه؟ هي هتعمل لي حموضه، بس هو المقصود ما كانش ساعتها بيضيفها عشان حموضه، هو كان بيضيفها عشان يحدث عمليه ربط كيميائي ما بين مركب حبر الكربون وسطح الاثر اللي سطح الورق اللي عندي او الحامل. يعالج الخطأين اللي احنا اتكلمنا عليهم. اما اضافه ماده العفص بعد ذلك دي الاكساد الموضوع لون اكثر دكانه بتفاعله مع ماده كبريتات الحديدوز اللي هو اضافه اوريدي. خلاص يا جماعه؟ كده متفقين على النقطه دي؟ طيب ننتقل بقى للجزء اللي هو ايه؟ ملا؟ لا ماده العصا دي ما لهاش عيوب، هي في حد ذاتها ما لهاش عيوب لان انا ما بستخدمهاش، انا بستخدم حاجه منها. هنا احبار العفص والتنين المعدنيه يا جماعه. لا 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 انا بتكلم، هو لما كنا بنتكلم عايز اتاكد ان ده وسيط من الصمغ العربي او الغراء الحيواني، ده اللي انا بتكلم على النقطه دي يا جماعه، ويصلح استخدامها في مجال احبار العفص والتنين. هذه التقنيه برضه يصلح استخدامها في مجال احبار العفص والتنين، تحليل هذه النوايا من الاحبار. نعم، هي شغاله على الوسيط والماده ذات المصدر العضوي، والماده ذات المصدر العضوي. فانا لو تاكدت من وجود بروتينات في التركيب يبقى انا عندي هنا غراء حيواني، لو تاكدت من مجموعه الكبريتات الاس او 4 موجوده في التركيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ ده مثلا على سبيل المثال كبريتات حديدوز، يبقى انا ممكن اعرفه حبر خليط. طيب امتى اقول عليه حبر خليط رغم ان طلعت لي كبريتات الحديدوز؟ ما قد تكون احبار العفص تانيه، ما كبريتات الحديدوز بتستخدم فيها، يبقى لازم الاقي عنصر الكربون موجود فيها. يبقى انا محلل الاقي عنصر الكربون ايه؟ موجود. ان ما لقيتش عنصر الكربون اساسي مع الوسيط ايا كان من الغراء الحيواني او الصمغ العربي
ثم كبريتات الحديدوز لا يمكن اطلق على هذا المركب او الكومبليكس كله احبار خليطه او زي ما يسمى مجازا في بعض المراجع او ما يتناوله البعض بانها احبار حديديه كربونيه. خلاص يا جماعه؟ طيب احبار بقى العصر التنين المعدنيه دي شانها شان اخر خالص، وهي اللي جلبت الدمار للمخطوطات الاثريه اللي عندي وخاصه الورق. معظم المظاهر المتلفة التي تظهر جليا في المخطوطات الأثرية الورقية سببها هذا الشخص اللي هي أحبار العفص والتانيين المعدنية. والسبب الرئيسي في هذا الموضوع دخول كلمة المعدنية اللي هو المقصود بها أملاح الحديد أو النحاس أو غيرها في عملية تحضير هذه النوعية من الأحبار. ده السبب الرئيسي. لولا وجودها ما كانش تحدث مثل هذه التلفيات، ولكن لا يمكن الحصول على مركب الحبر إلا باستخدام هذه المركبات لإحداث التفاعل بين مكونات الحبر للحصول على هذا النوع من الأحبار. يعني أنا قدام تحدي ولكن لازم إيه؟ أستخدمها. بعد كده نبقى نتكلم في حتة إزاي نعالج، نستخدمها ونعالج هذا الكلام. أحبار العفص والتنين يا جماعة طبعا ظهر استخدامها أو استخدمت لأول مرة منذ أكثر من 2040 سنة، 2000 بلس 40 سنة. يعني في الأساس كده لو ما أقول التاريخ ده يا جماعة يبقى كده أنا بتكلم عن العصر إيه؟ العصر الروماني. العصر الروماني يعني لم تستخدم على البرديات في العصر الفرعوني خالص أو عصر الأسرار. عصر الأسرار هذه النوعية لم تستخدم، هي ابتكار روماني في الاساس عن طريق، والمرحله اللي نقلته من يبتكروا هذه النوعيه من الاحبار هي المرحله اللي فاتت اللي هو الانتقال التدريجي من الاحبار من احبار الكربون الى احبار العفص والتنين او الجالو تنين. ازاي؟ هو اول مرحله صنع احبار الكربون وليه فيها العيبين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هي عمليه الشلفطه او عمليه التصلب والانفصال كقشره خارجيه، أضاف ليها كبريتات الحديدوز لتلافي هذا الخطأ، ثم أضاف ليها مادة العفص أو مادة الجالوتانين أيا كان نوعها، لأن هتكلم عن الموضوع ده بعد شوية، تمام؟ عشان يتلافى هذا الموضوع بإحداث تفاعل كيميائي بين مادة كبريتات الحديدوز ومادة العفص كمصدر للتانين. طب لما حصل على النتيجة دي اتقال لك طب ما نستغنى بقى عن وجود الكربون خالص من المسألة دي، فحصل على ما يسمى بأحبار العفص والتنين بعد أن خلصها من مادة الكربون المستخدمة في تحضير أحبار إيه؟ الكربون. دي النقطة. لذلك أنا سميت الفترة ما بين أحبار الكربون وأحبار العفص والتنين المعدنية هي الانتقال التدريجي من استخدام أحبار الكربون إلى استخدام أحبار العفص والتنين أو الجالو تنين المعدنية أو ما يسمى بالحبر الخليط. وتلاشوا انكم انتوا او تجنبوا انكم انتوا تطلقوا على هذا النوع من الاحبار احبار الحديديه الكربونيه، لانه انه يثبت انه احبار حديديه. طبعا انا لما اقول اي لفظ في الدنيا لما اقول احبار حديديه يبقى انا هنا بتكلم عن زياده في ماده كبريتات الحديدوس او املاح الحديد زايده. لو قلت احبار كربونيه يبقى بتكلم عن احبار كربون زايده، مظبوط؟ دي نقطة. أول حاجة أنا أتكلم عنها، يعني أنا عايز أتفق على ديجرام كده هتكلم فيه عشان بس ما نتشتتش في المعلومات اللي هنتكلم فيها. أنا عندي هنا عشان أحضر أحبار عفص تانية اتفقت فيما سبق أو سلفا إن أي حبر بيتركب من مادة ملونة ثم مادة مذيب سولفنت ثم مادة رف اللي هي البندر أو مادة الميديا أو الوسيط أو الوسائط. يبقى عندي ثلاث مكونات هنا ايه؟ ثلاث مكونات رئيسة. أنا عندي إشكالية صغيرة في المادة الملونة اللي هي الكالرنج ماتيريال هنا. إيه الإشكالية يا جماعة؟ إن الكالرنج ماتيريال ليست مادة ملونة كما اصطلحنا عليها من قبل في الأنواع المختلفة من الأحبار، ولكنها كوكتيل من المواد المتفاعلة التي تعطيني في النهاية مركب لوني ذي لون أسود. هي دي بقى في الحالة دي عندما أحصل على هذا التفاعل، ففي هذه الحالة أطلق عليها في هذه الحالة مادة إيه؟ ملونة. أصبح
واحد كده محتاج ليه للوسيط الرابط او ان انا اضيف زياده من المذيب او الكلام ده كله، بس بعد احداث التفاعل. هذه المادة الملونة لن يتأتى الحصول عليها إلا بإدخال مكوناتها الرئيسة في عمليات تفاعل كيميائي. هذا التفاعل يشمل مادتين أساسيتين، هما مادة كبريتات الحديدوز أو الملح المعدني المستخدم في إحداث التفاعل، بالإضافة إلى مصدر من مصادر التانين. مصدر من مصادر إيه؟ التانين. أنا أقول لكم معلومة بسيطة تقرب الموضوع ده شوية يا جماعة. في اصطلاح عندنا دايما، حتى انا كنت بقول عندنا للطلبه ويمكن عارفينه، في حد من سنه ثالثه ترميم اثار الفيوم هنا، ان دايما كل واحد ينبهه يقول له دايما ما تشربش شاي بعد الاكل مباشره، ما تشربش شاي عشان بيقولوا بيكسر الحديد. هو لم يكسر الحديد، لكنه بيحتضن الحديد اساسا ويتفاعل معه مكونا مركب لا يستفيد به الجسم وينزح خارجا مع فضلات الانسان. لا، هو اللفظ في الموضوع ان سعادتك ممكن تشرب شاي حتى يقول لك ايه بعد الاكل بساعتين، حتى يعطي فرصه للدم لامتصاص الايرن الموجوده او الايرنس الموجوده داخل ايه ماده الاكل، لو سميتها ماده، او الاكل اللي انا اكلته او المشروب اللي انا شربته. طيب لو في هذه الاكل اللي انا باكله ما يحتويش على ماده الحديد، فلا مشاكل من شرب الشاي من اساسه. هو الراجل عشان بيحتوي، طبعا في معلومه شائكه ان في بعض الناس بيقولوا ان التانيك اسيد هو بيكون اكبر نسبه من مركبات التانين في الشاي، ولكن هو طبعا الجاليك اسيد، حامض العصيق او الجلي هو اكثر من حامض الجلي التانيك اسيد، لكن طبعا الاثنين بيتواجدوا في مركب الشاي، ولذلك استخدم الشاي في بعض الفترات لتحضير مثل هذه الانواع من الايه من الاحبار. فلما سعادتك تشربه واكل مثلا بتنجان ولا حاجه ولا سبانخ ولا الكلام اللي هي طبعا غني بالحديد، فلو شراها للاتحاد بمركبات الحديد الموجوده، من هذا المنطلق قد تكون هذه فكره لابتكار مثل هذه الانواع من الايه من الاحبار، الله اعلم. لكن احنا بنتكلم في الكلام العلمي هو الانتقال التدريجي الثالث من انواع الاحبار. طيب انا عندي مواد تنين لازمة، وعندي ملح معدني، عايز اتفق اقول ملح معدني ما اقولش كبريتات حديدوز، هقول ملح معدني لان لم تكن كبريتات الحديدوز فقط او فحسب، بل مواد اخرى ككبريتات النحاسوز زي نترات الفضة، اكسيد الحديد الاحمر اللي هو المقصود به طبعا الهيماتايت، تمام؟ كل هذه استخدمت كاملاح معدنية للاتحاد بمادة التانين، بمصدر التانين، عشان مواد التانين لسه طبعا فرح كبير جدا، ماشي؟ عشان يحدث التفاعل اللي من خلاله هحصل على مركب الحبر في وجود المذيب، ثم اضيف له المادة الوسيطة الرابطة، ثم ممكن اضيف له الاضافات الاخرى حسب رغبتي في احداث اكساب الحبر لون انا قلت عليها قبل كده، او رائحه، وهتكلم على موضوع الروائح بعد كده، او صفه ثبات او صفه سيوله او صفه جفاف، وكلمت عن هذا الكلام في الحديث او في خضم الحديث عن تركيب اي نوع من الاحبار او المكونات الاساسيه التي لابد ان يشملها او يحويها مركب الحبر ايا كان ايه نوعه. يبقى عندي هنا مواد تانين هتكلم عليها، ثم هتكلم عن الاملاح المعدنيه، هتكلم عن الاملاح المعدنيه، ثم هتكلم عن المذيبات والوسائط، وبعد كده هكلمك عن البيهيفير او الميكانيزم الحادث لتكوين مركب الحبر تكوينا علميا، عشان بعد كده الكلام ده هحتاجه في عمليات علاج الاكسده والحموضه. ان ما كنتش سعادتك على درايه او على في عندك شموليه لعمليه تكوين الحبر ميكانيكيه تكوين الاحبار، فلن يكون هناك علاجا ناجحا لعمليه الاكسده الحادثه لالياف السليلوز، او عمليه ازاله الحموضه، وان كان كلمه ازاله الحموضه طبعا مصطلح خاطئ، ولكن يطلق عليه معادله الحموضه، تمام؟ لان لا يمكن انك تزيل الحمض، لابد ان يتوفر قدر من قيمه الاس الهيدروجيني لاحداث الليونه والمرونه في المخطوط الاثري اللي انا بصدد علاجه، تمام؟ هتكلم عن المذيبات بقى بعد كده والوسائط. يبقى احنا هنتكلم عن من المواد التانيين يا جماعه، ثم املاح المعدنيه التي ثبت استخدامها
في إحداث التفاعلات الكيميائية للحصول على مركبات أحضار العرس وتانين المعدنية. وبقول عليه أملاح معدنية وما أقولش عليه إيه؟ أملاح حديدية ولا أملاح حديد. خلاص يا جماعة اتفقنا؟ بعد كده هتكلم عن المذيبات والوسائط، ودي طبعا بتستخدم في الأحبار كلها قاطبة أيا كان إيه نوعها. وأنا طبعا لا أتعرض هنا في أحبار، طالما قلت كلمة مخطوطات يبقى أنا عندي شيء خط باليد، فلم يستخدم فيه إلا إيه الأحبار التي ذكرتها، سواء أحبار الكربون أو الأحبار الكربونية إيه بنعدها مصطلحات، أو الحبر الخليط وهو الفترة الانتقالية بين النوعين، ثم نهاية بأحبار العرس والتنين الإيه المعدنية. واضح؟ دي أحبار التدوين. وإن كان بعض المراجع اصطلحت على الأحبار الملونة يقول لك مداد الذهب ومداد الفضة ومداد مش عارف الأحمر والمداد الأصفر والمداد الأخضر والكلام ده كله لا يطلق عليه مداد، ولكن نقول عليه مادة تلوين وزخرفة وكتابة ملونة. أقول عليه كده، ما أقولش عليه حبر، لا يمكن أن يطلق عليه حبرًا. حتى ان ذكر في القرآن الكريم طبعا كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المقصود طبعا بالمداد هنا تعريفا حتى عرفوه شرعا، المداد هو اي مادة استخدمها في عملية التدوين ولا بد ان تكتسب صفة السواد او الدكانة في اللون. طبعا صفة السواد لو حتى تلاشينا كلمة السواد، لو قلت صفة الدكانة لا يمكن ان تطلق على حبر فضي، ولا يمكن أن تطلق على حبر أبيض، ولا يمكن أن تطلق على حبر أسود، أين الدكانة؟ لا توجد. يبقى الحبر اصطلاحا قلنا عليه أي مركب له صفة السواد والدكانة، يكتب به عن طريق استخدام طبعا الأقلام أو البوص أو ما إلى ذلك. نتكلم بقى النقطة الخاصة بأحبار العرس والتنين المعدنية، وأنا يعني أتطرق لحتة التلفيات اللي بتحدثها عشان هنحتاجها بعد كده. مواد التنين يا جماعة، اول ما اتكلم عن مواد التنين انا عندي حاجتين هتكلم فيهم عشان برضو ما نتشتتش، عندي مواد تنين واملاح معادن وبعد كده مذيبات ووسائط. انا بتكلم دلوقتي، انا بصدد الحديث عن مواد الايه التنين. عندي بندين في مواد التنين، تنين سورسز مصادر مادة التنين، ايا كان مركب التنين، الجاليك اسيد مركب تنين، التانيك اسيد مركب تنين، جالو تانيك اسيد مركب تنيني، تمام؟ ايا كان هذا المركب ايه المصادر بتاع هذا الكلام، عندي كذا حاجة. اول حاجة عندك ثمار العرس، ثمار العرس. ايه بقى موضوع العرس ده؟ باختصار هو الثمرة الناتجة عن لدغ بعض انواع الحشرات لاشجار البلوط. هي الثمرة الناتجة عن لدغ بعض انواع الحشرات لأشجار البلوط، وسبب بعض الفطريات، وسبب بعض أنواع البكتيريا، ومن ضمن طبعا الحشرات اللي احنا بنتكلم عليها زي الدبابير على سبيل المثال أو النحل. كل هذه الأنواع تلدغ جسم الشجرة، شجرة البلوط، فيحدث ايه؟ أي شجرة من الأشجار لما بتيجي، لو انت جبت دبوس كده هينزل مادة عصارة سواء بنية أو لبنية اللون يعني مثل لون اللبن، تمام؟ هذه المادة طبعا ما بيحصلهاش هذا الكلام، لأن الحشرة عندي هنا بتفرز مجموعة من الإنزيمات عند لدغ الشجرة، فهذه الإنزيمات يحدث عملية إكزيتيشن للعصارة زي إصارة، فتكون قوقعة. هذه القوقعة تتكون من مادة التنين وتترك داخل هذا اللدغ او داخل المكان اللي لدغت فيه الثقب او الفجوه اللي لدغت فيها بعض اليرقات بتاعتها اللي هتنمو بعد كده عشان تتغذى على الشجره. يبقى اذا المقصود من ان الحشره بتلدغ هذا المكان ان يكون بيت ليها او مكان او ماوى لصغرها تتغذى على لحاء النبات او ماده اللب الداخلي. ولكن طبعا هيهات، حدث نمو للثمرة أغلق المجال على نمو هذه الكائنات أخرى وتموت اليرقات، وفي مثل هذه الحالة تمثل اليرقات مصدرا لمادة التنين في حد ذاته مع الغلاف الخارجي للثمرة، مع الغلاف الخارجي للثمرة.
مادة العرس عشان بس ايه، او ثمرة العرس اللي هي الشكل ده يا جماعة، يعني لو عايزين تمرروه على بعضكم كده مفيش اي مشكلة، بس يا ريت يمر بس على كل كده، واحدة كده هنا وواحدة كده. هذا النوع من العرس على فكرة، ده مش العرس بس، ده نوع من انواع العرس على فكرة، اسمه العرس وليس العرس، لغويا العرس بكسر العين، العرس تمام. لا بيتباع كده اسمه العرس عند العطار، عند العطار على فكرة ده، بس عطارة تكون من العطارة اللي هي تقيلة شوية يعني، زي اولاد رجب والكلام ده كله. نعم بتستخدم في تصنيع الاحبار كمصدر لمادة التنين اللي احنا بنتكلم عليها. لا لا انا اقول لك يعني انت عايز استخداماتها عموما، عموما على فكرة يعني للانسات والمدامات مادة العرس لو استخدم المستخلص بتاعها او بعد طحنها طحنا جيدا، واستخدمت بتستخدم في عمليات التخسيس، شرب الرائق بتاعها او المستخلص بتاعها، او استخدمها كلبخة او طبعا وتتحط على منطقة المراد تخسيسها فيحدث مشيئة الله، طبعا ده مش شغل، مش شغلنا خالص يعني، بس دي حاجة كده. واستخدمها طبعا في علاج بعض انواع السرطانات عزان الله يعني، ربنا يكفينا الشر يا رب. نعم اكلمها. لا 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 مش عزل الحديد، هي تستخدم في عمليات الدباغة، دباغة الجلود، عمليات الدباغة. يا جماعة بيقول لك على مادة الدباغة ايه بال حتى انجليش تانينج، مش بيقول لك على تانينج نسبة لمادة التنين المستخدمة فيها. هذه المادة بتاع هذه الثمرة، ثمرة العرس تمام، ولان النتوءات الخارجية دي مادة العرس دي من مصادر التنين، وليست هي التنين اساسه، دي مصدر من مصادر بحصل على التنين منها، ده سورس للتنين يا جماعة، في كذا حاجة، حتى العرس نفسه فيه اكتر من نوع. ده على فكرة العرس اللي معاك والثمرة اللي معاك اسمها عرس قلبه، اسمها عرس ايه؟ قلبه او قلبه بالانجليش ايه؟ كل الثمار دي انت لو كسرتها في النمو الاولي ليها يا جماعة، في النمو الاولي ليها ممكن تحصل على يرقات او تلاقي يرقات داخل الثمرة بعد ما تكسرها، ولكن يفضل طبعا تحميص هذه الثمرة قبل عملية الطحن واستخدامها في تحضير الايه؟ الاحبار. والله هو تقريبا بتتباع بالكيلو، كيلو بستين او بتمانين حاجة زي كده، ستين جنيه او تمانين جنيه، لا كيلو، كيلو مش الواحدة، لو واحدة خلاص مش هنحضر احبار، مش لازمنا خالص. هو الميزة هنا يا جماعة، انا لو عندي معمل هنا بجد، انا كنا نتعلم مع بعض ازاي نحضر الاحبار من المستخلصات الطبيعية، دي احبار على فكرة من العرس اللي انتوا في ايدكم ده والكلام ده كله، وهنبقى نجربها، اللي عايز شوية ولا حاجة مفيش اي مشكلة. كل دول احبار عرس وتنين. طبعا اشهر الحبر الاشهر على الاطلاق في مجال الاحبار الايرن جال انك، دايما يتكرر هذا اللفظ، الايرن جال انك، ايرن جال انك، ما اقولش عليه حبر العفص الحديدي او الحبر الحديد، اقول عليه حبر العفص والحديد، ده اللفظ الدقيق ليه، حبر العفص والحديد. ما انا عندي الايرن تاني، اقول حبر تانات الحديد، الايرن جاليد، حبر جالات الحديد، الايرن بايرو جاليد، حبر بيرو جالات الحديد، او حبر حامض الجليك المخلط، فيما الى ذلك حاجات كتيره جدا، انا مش عايز بس افتح فيها كتير يعني. لا برمن جالات او جالوتانات او تانات او بيروجالات وليست برمنجانات. خلاص يا جماعة خلينا بقى بمواد التنين. العرس بقى طبعا عشان اذكره كمصدر من مصادر التنين يا جماعة، يا ريت لو سمحتوا يا جماعة، لو سمحتوا هنسمع ولا ايه؟ من انواع العرس في حاجة اسمها العرس عرس قلبه، وفي حاجة اسمها العرس المحمص، في عجل اسمها العفس البريطاني، العفس الياباني، في حاجة اسمها العفس المجري، في حاجة اسمها العفس باصورة، في حاجة اسمها عفس مكة، في حاجة اسمها العفس البلوط، في حاجة اسمها عفس البلوط غير العفس، عفس البلوط دي ثمرة خاصة بأشجار بلوط معينة، بيقول لك عليها عفس البلوط أو كنوبيرن، بيسموه كنوبيرن. خلاص يا جماعة دي بالنسبة لأنواع العفس.
واللي قدامكم طبعا انتم شايفين اشكال مختلفه منها، يعني حاجه كده اللي على الاخر دي اسمها ايه؟ ثمار عبس البلوط. هنا عبس البلوط المرمري ده نوع من الانواع، وده اللي على الاخر ده عبس البتاع العبس باصوره اللي فوق خالص تحت كلمه ثمار العبس ده اللي هو النوعيه اللي في ايدكم اللي هو عبس ايه؟ قلبو. عبس قلبو اول مصدر من مصادر التنين اتكلمنا عنه اللي هو ايه؟ العبس. المركب الاساسي الغني بيه العبس، عشان ما اسيبش الحته دي يا جماعه، حامض الجالوتانيك اسيد، حامض الجالوتانيك اسيد او ماده الجالوتانين، حامض الجالوتانيك اسيد او ماده الجالوتانين. انتقل بعد كده لماده السماق، سماق او سماق، سماق اللي يساعدكم بتستخدموه تقريبا في الطهي او الكلام ده كله. ماده غنيه بماده التانين، بمركبات التانين، بمركبات ايه؟ التانين. وفي هذه الحاله يكثر فيه نسبه الجاليك اسيد، حامض الجاليك، اكثر من مركبات التانين الاخرى. خلاص يا جماعه؟ ثالث حاجه من مصادر التانين، ثالث حاجه من مصادر التانين خشب ولحاء جوز القستل، او بيسموه خشب الكستناء لو حد يسمع الاسم ده. نعم؟ اللي بيحطوه في الاكل مواد التانين، الجزء الجرعه العاليه منها ماده سامه للانسان، الجرعه العاليه منها، لكن الجرعه القليله منها ماده مفيده في مقاومه او النشوء او تكوين الخلايا السرطانيه، بالاضافه الى انه يستخدم في عمليه التخسيس. انا بكلمك اما السماء بالمقصود به تلوين احيانا، بالاضافه لاحتوائه على هذه المواد، زي الكركم على سبيل المثال، في مواد مفيده، انا مش عايز اتكلم بالكلام ده كله، وبالاضافه لان هو ماده ايه؟ ملونه. خلاص يا جماعه؟ العبس ده مر عليكم كلكم؟ طيب، خشب ولحاء جوز القستل، يعني الخشب نفسه واللحاء غني بماده التانين، هجيبه احمصه واطحنه واحصل منه على بودر استخدمه بالاضافه للملح المعدني والوسيط والمادة المذيبة للحصول على مركب من مركبات أحبار العبس وتنين المعدنية. طيب بعد كده حاجة اسمها الإهليلج اللي هو الميروبلان أو الهليلج، الإهليلج أو الهليلج، تلاقوه عند العطارين بأسماء أخرى، بلح كابلي أو الهندباء أو البقلة الهندية، يعني تلاقوه باسم البقلة الهندية أو الهندباء أو بلح كابلي، دي مسميات الهليلج أو الإهليلج، يحتوي على نسبة عالية جدا جدا من التانيك أسيد، بالإضافة إلى ماء مركب آخر اسمه الإلاجيك أسيد، بالإضافة إلى مركب آخر اسمه إيه؟ الإلاجيك أسيد، ده من مركبات التانين. أنا بتكلم عن اللي هنا إيه؟ التانين سورسز، ما بتكلمش عن المركبات اللي هو التانين كومباوندز، بتكلم عن التانين إيه؟ سورسز. يعني المركبات دي هي اللي التانين كومباوندز بجيبها منين؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. يعني وافضل طريقه عمليه التحميص بعد الطحن طبعا الميكانيكي الاساسي قبل عمليه التحميص او بعد عمليه التحميص، مفيش اي فرق خالص، بس عمليه التحميص ما تزيدش وما توصلش لدرجه الاحتراق. هقضي على مركبات التانين لو عملت عمليه احراق للماده اللي عندي، هي عمليه تحميص عشان يلينوا بعد كده ان انا اقدر اكسره بايه؟ بسهوله. هو نفس الكلام، مصدر من مصادر التانين المستخدم في تحضير الاحبار، ده بلح كابلي او الهليلج، برضه واحده هنا وواحده هنا. لا، له استخدامات في نفس المجالات الاخرى اللي انا مش عايز اتعرض ليها وماليش علاقه بيها خالص. اشوف بقى العطار عندهم شان اخر، ممكن يقولوا لك على حاجات تاني، وصفات ريسيبس اخرى يعني. طيب بعد الهليلج او بلح كابلي، زي ما قلت ان هو بيحتوي عليه يا جماعه على نسبه عاليه من التانيك اسيد بالاضافه الى الالاجيك اسيد. قشر الرمان، قشر وثمار الرمان احدى مصادر التانين، قشر وثمار الرمان احدى مصادر التانين، يعني القشره والثمار كلهم بعد ما يجففوا سعادتك ممكن تطحنهم او تحمصهم ثم تطحنهم وتحصل منهم على بودر تستخدمه في تجهيز احبار الجالوتانين،
بدون ما تفكر سعادتك انت معاك مركب ايه موجود. لكن هنا المركب جاله تانيك اسيد او جاله تانين، جاله تانيك اسيد او ايه او جاله تانين. في حاجة اسمها تانين ديفي ديفي، قشر الرمان طبعا على فكرة طبعا بيباع عند العطارين، بيباع عند العطارين ايه، وبتطحنوه وبتستخدموه انتوا بقى في اغراض اخرى انا معرفهاش. خلاص يا جماعة، لا يعني ملناش علاقة بيها انا معرفهاش فعلا، يعني ممكن يستخدم في مجالات تخسيس او مجالات علاج امراض معينة حسب الوصفات بتاع العطارين انا معرفهاش بالظبط. نعم، لما انا بقول بالحصول على مركبات التانين من قشر الرمان. خلاص يا جماعة. طيب تانين ديفي ديفي دي شجرة، شجرة امريكية اسمها شجرة ديفي ديفي، ودي غنية غنية، اللحاء بتاعها اللحاء والثمار والفروع والاغصان والاوراق كلها غنية بمركبات التانين. يعني الاقي الشجرة دي اجيب منها اي حاجة كده وانا مغمض واطحن واشتغل الحضر ايه احبار. خلاص يا جماعة. في طبعا يضاف الى ذلك الريحان، ويطلق عليه طبعا في اللغة العربية اسمه الاس، الميرتل، اقماع البلوط، شجرة البلوط غير اللدغة بتاعت الحشرة لا اقماع بتطلع كمها كده فوق في الثمرة، الثمرة بتاعتها عبارة عن قمح. هذه الاقماع لو احضرت ثم كسرت وطحنت احصل منها على مركبات التانين. مظبوط الكلام. بعد كده في حاجة اسمها الكاد او الكاتيكول، الكادي الهندي، ودي طبعا بيتجاب من ثمار شجرة وبيباع في شكل مكعبات، ده اللي هو الايه الكاد الهندي. وري برضو انت موكل بهذا، بس عشان تبقوا شايفينه يعني، انا طبعا اثرت ان انا اجيب هذا الكلام عشان تبقوا عارفينه. لما تصادف وتجي لك في معمل ولا حاجة وتحضرها سعادتك كده انت عارف، خليك عايز تحضر احبار ولا حاجة يبقى انت عارف ايه هي، ايه هو العفصة او الليلج او الكاد الهندي. على فكرة هي بتبقى ريحتها كده او طعمها قابض او لازع، اي مادة تحتوي على اي مركب من مركبات التانين طعمها قابض او لازع، عشان يبقوا عارفين برضو للي يحب يتذوق. خلاص يا جماعة، احنا ماشيين كده كويس ولا في حاجة تايهة ولا ايه بالظبط؟ طب الحمد لله. في بعد كده يا جماعة مصادر نباتية أخرى بالنسبة لمصادر التانين لكن لا يعتمد عليها كمصدر أساسي. This is كاتيكول، كاتيكول أو كاد هندي، بيباع عند العطار باسم الكاد الهندي، الكاد الهندي على فكرة، والعطارين نصابين فيه خدوا بالكم. هذا المكعب اللي بيت سعادتك بيبيعوه بخمسة جنيه الواحد، هذا المكعب بخمسة جنيه. أنا سألت عليه، هو بفضل الله تعالى انا ما اعرفش كتبته للكليه وربنا كرمهم راحوا جايبين منه كيس حوالي فيه 3 4 كيلو، ما اعرفش جابوه بكام يعني الكليه عندنا. خلاص يا جماعه، ايه المصادر الاخرى لمصادر التانين وليست اساسيه لا تعتبر مين سورسز، مصادر اساسيه للتانين؟ زي مثلا على سبيل المثال شجر الجوز، ثمار شجر الجوز، حاجه اسمها الابسنتين، الابسنس، تمام، بالاضافه طبعا لخشب، حاجه اسمه خشب الزعرور وخشب البرقوق وخشب المشمش، كل هذه الانواع تحتوي على مقدار او نسبه من مركبات التانين فلا يعتد بها كمصادر اساسيه للحصول على مركبات التانين. على فكره يا جماعه انا اللي برضو عايز اضيفها، زميلكم بيقول خشب الصفصاف، اي مادة نباتية او اي شجرة نباتية او اي عنصر نباتي يحتوي في تركيبه على مقدار قد يزيد او يقل من مواد التانين. مادة التانين موجودة في كل المصادر النباتية، موجودة في كل ايه المصادر النباتية. نيجي للحاجة اللي يمكن معرفش حد على دراية بيها او سمع عنها قبل كده ولا لا، مركبات التانين. وايه اللعبة في مركبات التانين هنا؟ تفصلوا شوية ولا حاجة؟ براحتكم خالص. هيحصل اوكسيديشن ولا حاجة يا جماعة؟ أما حضرتك ما صليتش لسه؟ طب اتفضل. نكمل ولا إيه؟
خلاص بس خدوا لي المحاضرة دي. لا بس ممكن ابعت لكم، اصل ده مختصر، الكلام ده مختصر مختصر جدا يعني. يعني هي كده يا جماعة عرفت كده بس بتاع 5 دقايق بس للعقول مش لحاجة تانية، للعقل بس كده يريح. على فكرة انا عايز اقول حاجة كده كدردشة، المحاضرة واحدة غير كافية لان انا اتكلم عن احبار، غير كافية خالص. انا بمر مر الكرام على الاحبار ايه؟ اسبوعين ثلاثة اقول كده ولا بس فين؟ عايز واحد كيميائي عشان يفهم. نحاول نجتهد جاهدين ان احنا نقدر نستوعب اي حاجة. انا ليه هنا يا جماعة؟ ليه انا جبت مركبات التنين هنا؟ لأسباب كتيرة. هتكلم عن الكالر باور اللي هي طاقة اللون، بيتحكم فيها مركب التنين ماشي. هتكلم عن عمليات الأكسدة اللي هي حادثة من قبل الأحبار وبيتحكم فيها تتحكم فيها مركبات التنين. هتكلم عن الحموضة ومقدارها ويتحكم فيها عمليات بتاع مركبات التنين ده إن شاء الله النهاردة تمام. واحنا مش معادنا كده لحد الساعة كام يا جماعة؟ لحد 3 ايه؟ لحد 3 لحد الساعة 3. لا طبعا مش كبار، انا مش محاضرة هنا مع طلبة مش كبار. لا ان شاء الله يعني هنحاول نخلص بسرعة يعني بإذن الله. بس ليه ده بس الخمس دقايق دي؟ ممكن يكون ده شوف زي جرم من الدرار. ازيك عامل ايه؟ اشبع الحبر اللي عندي بالوسيط، بس طبعا اللي شبط الاخبار اللي خرجت عن اطار الكتابه بتخلص منها. ما انا بقول لحضرتك باستخدام الفرشه نعمل عمليه اسقاء للحبر اللي هو تلف او الشلطه، بس بعد ما يجف لازم اسيبه لما يجف. الجزء الزياده طبعا بعيد عن اطار الحبر لازم اتخلص منه. لا ما هو طبعا الكلام ده يبقى شغل سبوت موضوعي لوكال يعني. الو ايوه ايه الاخبار؟ لسه ايه؟ طب الساعة 2 الا ليه كده؟ ايه؟ وايه تاني؟ يعني خلاص انتوا هتسلم طيب؟ طب لما تدخلوا كده وتقفلوا الباب كده برن عليا رنة بس ماشي؟ انا شوية كده هخلص ان شاء الله. محمد العبسيط. معلش بس
بس الارقام بتاعت الاس دي طلع كبيره كده عشان الباور بوينت. ايه لا البلاس ده على اساس بيتكلم عن في جزيئات ميه، انما الرمز الاساسي اللي هو ال 7H6O5. عليه اللي هو ده عند العطار. لا هو ده اللي هو بصي اللي هو متقاد اللي هو شايل الجزء ده كده، ودي واحده خليها معاك واخد بالك، وطبعا تبريدات الحديد والجزء اللي هي الماده زي كده. المفروض رسالتي ما انا هتكلم، انت لسه ما اتكلمتش عن ميكانيكيه التحضير دي، هتكلم عليها بس بعد ما اخلص. يعتمد على تحليلك للحبر يعني. تمام. تحللي بقى الحبر اللي عندك، تحللي الحبر اللي عندك وتحضري تركيبات بنفس مكونات ونفس نسب. في بصي في كتاب اسمه صنعه المداد، في اسمه ايه ده لما صلح باب الصناعه كتاب كتب الوثائق مخطوطات اللي لها نسخ ميكروفيلم، ممكن تطلع على حاجه منها كده زي كده، تدور على صنعه المداد تحت لفظ المداد. كلها خاصه بالعصور الاسلاميه تقريبا يعني، هو بيتكلم عن القديم منه وما يعاصره، دي مخطوطات بتتكلم عن القديم. المعلومات الواردة الواردة، لكن ما تكلمش عن مادة الحبر. لا في مخطوطات غطا في الحبر. ماشي تمام. زي مثلا ابن بديل. ابن بديل صح. وفي حاجة اسمه الكلكشان دي مثلا على سبيل المثال. كل دول ذكروا بس ذكرهم قليل يعني مش كتير، مش حاجات كتير. بس انا تركيزك على الحديد. تركيزك على ايه؟ على الحديد. على الحديد. انت بتتكلمي عن الحديد. شاور زي ماشي ماشي. ملبو فين؟ ما تشوفوا لنا كده عشان الناس كلها متجهه. خلاص ثواني بس اكلمهم. خد تاني صوره كده لل تمام. يلا روح بقى عشان اصورك معاهم. لا يا احد الاملاح المعدنيه المستخدمه في تحضير الاخبار اللي جاله تاني احد الاملاح المعدنيه، لكن مش الحبر الوحيد. بنزين لا فين فين؟ في البيرو جالون؟ تراي هيدريكسي بنزين. اللي هي ماده المزيج والوسيط. ايوه. وحتى في العطش بيذكر العطش هو الاساس. يعني ده كان ما هو كلمتكم عن اول حاجه عطش البرضوك فعلا. مثلا نقول مثلا بتاعت الحلوين لما هي ما بتبقاش خالص بيجي بيستقر بتعمل شويه. انت خلصت كده ولا لا؟ لسه يا ريس. بدون بريك يعني ولا ايه؟ بريك 5 دقايق بس. عايز حاجه يا ريس؟ لا 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 براحتك وقف بريك بس. خلاص يا جماعه طيب مع بعضنا كده عشان بس نحاول نخلص بدري عشان اللي عايز يمشي. اتكلمنا اول حاجه عن مصادر التنين بالنسبه لاخبار العطش التنين، دلوقتي هنتكلم عن مركبات التنين. يعني بمعنى اصح
الأحبار التي تم تحليلها من قبل حصلوا على مركبات، هذه المركبات يطلق عليها مركبات التانين. عموما مواد التانين، مواد التانين بشكل عام تحتوي على كل أو جزء أو بعض من هذه المركبات، كل أو جزء أو بعض من هذه المركبات. أول مركب عندي حاجة اسمها حامض الجالوتينيك أو بيطلق عليه الجالوتانين، الجالوتينيك أسيد أو الجالوتانين، وده عبارة عن استرات الجلوكوز، مركب استرات الجلوكوز، مركبات استرات ثنائية أو أحادية، والرمز بتاعه أو الصيغة التركيبية بيطلق عليها البنتاجاليول جلوكوز أو المونو داي جاليول استرز، ايا كان مصطلح من الاثنين يطلق على حامض الجالوتانيك. طبعا من اسمه يحتوي او يحوي حامض الجاليك اسيد والتانيك اسيد مع بعض، يعني الاثنين موجودين في الجالوتانيك اسيد من اسمه، يحتوي على حامض الجاليك وحامض التانيك. تاني مركب من المركبات حامض العفصيق او الجاليك، الجاليك اسيد، والرمز واضح قدامكم اللي هو C7H6O5. البلاس H2O بيعبر عن جزيئات الميه، عايز يشير لك ان في جزيئات ميه في تركيب ايه؟ حامض العفصيك. ولكن يشار ليه؟ لما تيجي تستخدم اي تقنيه من تقنيات التحاليل، انا ليه كاتب الرموز دي اللي هو 3 و4 و5 تراي هيدروكسي بنزويك اسيد؟ ليه؟ اي مصطلح هيجي لك من تقنيه مثلا على سبيل المثال زي جي سي ماس او الاي ار او اليو في، لما استخدمها في تحليل مركب الحبر مش هيقول لك في حاجه اسمها جاليك اسيد، وما يعرفش حاجه اسمها جاليك اسيد على فكره، ما يعرفش حاجه اسمها تانيك اسيد، ما يعرفش الجالو تانيك اسيد. هو راجل يقول لك انا لقيت 3.4.5 مثلا تراي هيدروكسي بنزويك اسيد. هو مين بقى؟ دور على انت ده، دي الصيغه الكيميائيه او التركيبيه الخاصه بايه؟ يبقى الخاصه عندي مثلا بحامض العفصيك او الجليك. البيروجالول هو حامض العفصيك بس يطلق عليه حامض العفصيك المخلق، حامض الجليك او العفصيك المخلق او المسخن، بيعملوا له عمليه تسخين عشان يحولوه الى ماده البيروجالول. حتى مصطلح البايرو مصطلح يسبق اي كلمه فيها حراره، بيروليسيس مش اسمها التحلل الحراري، دي معناها كده. فالبيروجالول هو حامض العفصيك المخلط او البيروجالول او البيروجاليك اسيد اللي هو البنزين 1 2 3 ترايل، او بيسمى طبعا ال 1.2.3 تراي هيدروكسي بنزين، تراي هيدروكسي بنزين، ده الصيغه التركيبيه بتاعته اللي بيتعرف عليها الجهاز بتاعه. طبعا هذا الكلام طالما بهذا اللفظ يبقى انا بتكلم عن حلقات بنزين، بتكلم عن حلقات ايه؟ بنزين. حامض التانيك يختلف عن اللي فاتوا ان المركب الاساسي فيه ليس البنزويك اسيد، ليس البنزويك اسيد او الاسترات، ولكن يتركب من عديد الفينول، يتركب من البولي فينول، من البولي ايه؟ فينول، عديد الفينول. يبقى انا لما الاقي نواه الفينول، سعادتك نواه الفينول في التحليل، يبقى انا عندي تانيك اسيد، يبقى عندي تانيك اسيد. اخر حاجه حامض الالاجيك، واللايبرري طبعا بتاعت التحاليل ما فيهاش ما يدل على اكتشاف مثل هذا العنصر، ولكن ذكر مصادفة او مقابلة في بعض المراجع انه تم العثور عليه من بعض التحاليل التي اجريت على بعض المخطوطات المدونة بمثل هذه الاحبار. دي ما يطلق عليه يا جماعة مركبات التانين. التانية كانت مصادر لهذه المركبات، اي مصدر منهم وليكن مثلا العفص على سبيل المثال غني بالجالوتانيك اسيد اللي هو حامض الجالوتانيك، خلاص يا جماعه ممكن استخلص فيه عمليات كيميائيه دلوقتي بيحضروا الجاليك اسيد منفصل سيبريتد عن التانيك اسيد، يباع التانيك اسيد منفصلا عن الجاليك اسيد، وبرده بيباع اللي هو الجالوتانيك اسيد مخلط، وحاليا دلوقتي بقى فيه مواد مخلقه منها يعني صناعيه مش طبيعيه.
واضح الكلام؟ يبقى انا عندي الالفاظ اللي انا اتكلمت عليها والمصطلحات اللي انا قلت عليها بتفيدني في التعرف على هذه المركبات من عدمه، وفي نفس الوقت بتحكم لي على ان الحبر المستخدم هو حبر جاري وتنين في الاساس، حبر جاري وتنين معدني في الاساس. يبقى يتبقى لي بعد كده ان انا اتعرف على مادة الملح المعدني المستخدمة لاحداث التفاعل مع التنين للحصول على المركب ذي اللون الاسود اللي انا اتكلمت عليه، اللي هي مركبات احبار العفص وتنين. املاح المعادن، يبقى انا لا يستقيم او لا تستقيم اي عملية من عمليات تحضير احبار العفص وتنين او الجالو تنين الا باحداث التفاعل مع مركبات التنين من قبل الاملاح المعدنية. وايش معنى الاملاح المعدنية؟ اللي زي املاح العديد والنحاس مثلا، وجد بالتجربة ان هناك شراهة لاتحاد مركبات التنين بمثل هذه الاملاح. واضح الكلام يا جماعة؟ بمثل هذه الاملاح. طيب اول حاجة لو اتكلمت اتكلم عن املاح الحديد اللي هي بيطلق عليها طبعا في اللغة اللاتينية الفيرم، والانجليش طبعا الايرن سولتس. الايرن ايه؟ سولتس. اول حاجة منها كبريتات الحديدوس، اول حالة اللي هي طبعا كل الناس عمالة تقول لك كبريتات الحديدوس الكبراس، كبريتات الحديدوس الكبراس، هي حالة من حالات املاح الحديد، واملاح الحديد حالة من حالات الاملاح المعدنية المستخدمة في تحضير احبار العفص وتنين او الجالو تنين المعدنية. هذه المادة زي ما انتم شايفين البطرمان المرسوم الجميل، وهي مادة طبعا ذات لون اخضر شاحب او فاتح باهت. انا عايز اوريها لكم يا جماعة، بس طبعا ما ينفعش تترك في الهواء لان بيحصل لها اكسدة. شايفينها كده؟ اهي لو تركت تلاقي طبعا هي العلبة سودة ليه؟ عشان تعزلها عن الضوء لان بيحصل لها اكسدة، دي واحد. ولو تركت برضو في الهواء يحصل لها اكسدة وتتحول الى كبريتات الحديديك، اللي هي المفروض ما نسمح لهاش تعمل هذا الكلام الا بعد ما نغمسها جوه الحبر ونقول لها بقى تحولي جوه الحبر عشان تديني المركب الاسود. واضح الكلام يا جماعة؟ بس دي بالنسبة لكبريتات الحديدوز اللي هي بيطلق عليها طبعا. هتلاقي باسمي بقى يا جماعة، عايز اتكلم في نقطة صغيرة كان المفروض اقولها قبل ما ادخل في املاح الحديد. المادة التي تستخدم كملح معدني في تحضير احبار العفص وتنين المعدنية او الجالو تنين المعدنية، هذه المادة يطلق عليها املاح الزاج او الاملاح الزاجية او الزاج، فيترويل اهي مكتوبة عندك هنا اهي، تمام؟ كلمة جرين فيترويل، كوبراس او اورين اور جرين فيترويل، تمام؟ يبقى اي مادة زاج هو ده الملح المعدني. حتى احيانا يقول لك في بعض المخطوطات للزميلة اللي هي بتحضر في جزء خاص بالاحبار هتلاقي لفظ ما بيقولكش يا ملح الحديد ولا كبريتات الحديدوز، بيقول لك كلمة كوبراس او زاج، زاج الحديد. اول ما يقول لك زاج الحديد تعرف انه كوبراس، زاج الحديد الاخضر تحديدا. زاج الحديد يقصد بيه طبعا اي مركب من المركبات التانية من املاح الحديد، ولكن لما يحدد انه كوبراس يبقى المقصود بيه زاج الحديد الايه؟ الاخضر، زاج الحديد الاخضر. طيب ندخل تاني باملاح الحديد. قلنا كبريتات الحديدوز وهي عبارة عن كبريتات الحديد المائية او كبريتات الحديدوز التي تحتوي على جزيئات من المية، قد تكون خمس جزيئات او اربع جزيئات او سبع جزيئات، ما فيش اي مشكلة من هذا الكلام. هيحصل لها ساتوريشن اثناء عملية ايه؟ تكتسب بقية جزيئات المية اثناء عملية تحضير الاحبار، اثناء عملية تحضير ايه؟ الاحبار. تاني حاجة، في حاجة اسمها كبريتات الحديد الثنائية اللي هي الدبل ايون سلفيت، الدبل ايون سلفيت اللي هي فيها دبل بوند، فيها دبل بوند. الكبريتات الحديد الثنائية استخدمت كملح مستقل لتحضير احبار العفص وتنين المعدنية، مظبوط؟ كمصدر من مصادر املاح الحديد، كمصدر من مصادر املاح الحديد. ولكن هذه المادة لها ضرورة اخرى او فائدة اخرى، اذا اضيفت الى كبريتات الحديدوز فاننا نحصل على احبار عفص وتنين معدنية قليلة الحموضة او منعدمة الحموضة.
بحيث ان هذه المادة تعمل على تكليب ايونات الحديد في كبريتات الحديد. تقول لها انت رايحة فين؟ مش هتشترك في اي تفاعلات. ده المقصود. طالما ان هذه المادة فري فساعتها ممكن تدخل في تفاعلات متلفة من قبيل الحموضة والاكسدة. من قبيل الحموضة والايه؟ والاكسدة. يبقى لها فايدة زي ما قلت استخدمها كملح معدني او كملح حديد معدني لتحضير احبار العصر التنين، ثم استخدمت للحصول على بالاقتران مع كبريتات الحديدوز للحصول على مركب حبر قليل الايه؟ الحموضة. وبعض الاحيان بيصفوه بالنخالي من الحموضة. خالي من ايه؟ الحموضة. في حاجة اسمها كلوريد الحديدي. كلوريد الحديدي اللي هو رمزه طبعا Fe2Cl2. 3 ولا حديدي؟ يبقى 3. برافو. خلاص يا جماعه معلش عشان بس مركز في التليفون. في ثالث حاجه كلوريد وكبريتات الحديد ومزيد طبعا من كلوريد الحديديك بالاضافه لكبريتات الايه الحديديك. هتمشوا؟ طب انا خلاص يعني انا قربت ان انا اقفل، فشوفوا انتوا عايزين ايه. 5 دقايق. طيب ايوه ها خلاص وصلتوا؟ لا قربت شويه اهو. بدأ من الساعه 12:30 او 1:15. امين خلص بس منتظرني. يعني ما كده ان شاء الله باذن الله. يلا سلام. عندي هنا اللي عايز اضيفه يا جماعه في املاح النحاس زي كبريتات النحاسوز او كبريتات النحاس وما يطلق عليه في مركبات النحاس الكالكنسايد. حد يسمع عليها كالكنسايد اللي هو بيسمى الزاج الازرق. يبقى الزاج الاخضر بيقصد بيه املاح الحديد والزاج الازرق يقصد بيه ايه؟ يعني خليه جالك في مرجب المراجع وقال لك زاج ازرق وسكت. يبقى انا بتكلم هنا عن املاح النحاس. يبقى عندي حق ان انا اتكلم واقول معدنيه ولا اقول حديديه احبار حديديه؟ اقول معدنيه لان في املاح اخرى استخدمت زي نترات الفضه على سبيل المثال وكبريتات الزنك واكسيد الحديد الاحمر اللي انا اتكلمت عليه. خلاص؟ وفي طبعا بعد ذلك المواد المضافه اللي هي طبعا زي ما انا اتكلمت عليها الشبه والسكر وكلوريد الكالسيوم والعسل والملونات زي النيله طبعا عشان الحصول على ظلال من اللون الازرق او الفول للحصول على ظلال من اللون الاحمر او الزعفران. والزعفران على فكره بيعتبر انتي اوكسيدانت مضاد اكسده بيحمي الاحبار خاصه التي تحتوي على الزاج الازرق اللي هو ايه؟ الزاج الازرق اللي هو املاح النحاس. الزاج الازرق اللي هو املاح النحاس. انا بتعرض سريعا. طيب ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ نركز في النقطه دي صغيره. ايا كان مركب الحديد مركب التانين، ايا كان الملح المعدني، ايا كان مصدر التانين، في ميكانيزم في التفاعل الرياكشن بيحصل عشان احصل على هذا المركب بتاع الحبر. اساسه ايه؟ مركب التانين زائد الملح المعدني زائد المذيب الوسيط احصل على اقول كده جالو تانين انك كومبلكس. ما اقدرش احدد حاجه الا اذا اشركت مركب زي مثلا التانيك اسيد. يبقى انا اللي هحصل عليه هنا واستخدمت ملح الحديد يبقى اللي هحصل عليه في هذه الحاله حاجه اسمها الايرن تانين. طب لو استخدمت جالات بتاع ده الجاليك اسيد يبقى هحصل على الايرن جاليت جالات الحديد. لو استخدمت مثلا على سبيل المثال كبريتات الحديديك اللي انا اتكلمت عليها من شويه او كبريتات الحديديك وكلوريد الحديديك كمصدر الملح المعدني بالاضافه لحامض التانيك او الجالو تانيك اسيد هحصل على حاجه اسمها تانات الحديد القاعديه اللي هي البيزك ايرنس ايه تانيتس. اما اذا استخدمت حامض العصيق او الجليك المخلط او الحراري فانني احصل في هذه الحاله على بيرو جالات الحديد اسف اللي هو الايرن بيرو ايه جاليت. يبقى انا اصطلح في هذه الحاله لو قلت جاليك اسيد بلس فيرس سلفيد
طبعا ما بتكلمش انا عن المذيب ولا الوسيط لانه ده قاسم مشترك موجود في كل الاحبار، انا بتكلم عن المادتين بتوع التفاعل. هحصل في هذه الحاله لما اقول تانيك اسيد بلس فيروس سلفيت يبقى انا في هذه الحاله هحصل على ايه؟ الايرن في هذه الحاله تانيت. لو الجاليك اسيد الفيروس سلفيت هحصل على الايرن جاليت وهكذا. يعني يتوقف المركب الحبر الناتج على المركبين الداخلين في عملية التفاعل للحصول على مثل هذا النوع من الحبر. وسعادتك هذا الشيء لازم تقابله عندما تقوم بعملية فحص وتحليل للأحبار الموجودة أو المدون بها بعض المخطوطات. هتعرف ازاي؟ الاولى تتاكد من وجود التانيك اسيد في مركبات الاحبار، وقلنا الرمز بتاعه لو عديد البينول على سبيل المثال، وتاكد من وجود مثلا كبريتات الحديدوز. انا ممكن اتاكد من وجود عنصر الحديد الاليمنت، لكن عشان اقول انه كبريتات الحديدوز مش حاجه تانية يبقى اتاكد من المجموعه بتاعتي لو مجموعه الكبريتات عندي باستخدام على سبيل المثال الاي ار ناجحه في الموضوع ده كويس جدا. يبقى في هذه الحاله اقدر اقول حديد ومجموعه كبريتات، يبقى انا عندي هنا ايه؟ كبريتات حديدوز. لقيت بوليفينول او نواة البينول موجودة في تركيب الحبر، يبقى انا الحبر اللي عندي كده موجود تانيك اسيد زائد فيروس سلفيت، يبقى الموجود الحبر اللي عندي اقول عليه ايه؟ اقول عليه ايرن تانيت، وما اقولش اي مصطلحات اخرى، ده المصطلح الدقيق اللي انا المفروض ايه اقوله. بناء عليه سعادتك لازم تلاحظ هذا الكلام هيفيدك في ايه. لو انا التانيك اسيد مستخدم والجاليك اسيد مستخدم والالاجيك اسيد مستخدم، ايه الفرق؟ انا ليه لازم اعرف المركب؟ التانيك اسيد ما تقلقش عليه في حته التلف البيولوجي خالص، لانه هاي توكسيك بالنسبه للفانجي والبكتيريا والاكتينومايسيتس والكلام ده كله. هاي توكسيك، عالي جدا، سم جدا ليهم. ده بيدمر الكانسر على سبيل المثال، ربنا يكون الشر يا رب. الجاليك اسيد متوسط النمو البكتيري والفطري. اما الالاجيك اسيد فله شراهه، او للكائنات الحيه الدقيقه شراهه للتغذي عليه واتلافه. فايا كان وجدت هذه المركبات لازم اتاكد منها عشان اعرف المركبات الكائنات الحيه الدقيقه اللي تغذت عليه او اسببت احدثت تلفا فيه. طبعا عندك بقى ثانيا مواد الكتابه الملونه اللي انا قلت مش هتكلم عليها لان دي لا تخص كلمه مخطوطات، ولكن ممكن تخص المخطوطات الملونه او المزينه او المزخرفه المنفذ فيها المنمنمات. المنفذ فيها ايه؟ المنمنمات. في هذه الحاله ممكن اتكلم عنها، ودي سهله جدا. اقدر اقول لكم بس باختصار كده هي اي ماده ملونه احصل عليها. طبعا انا عارف مصادر اللون الاحمر، عارفها طبعا. طبعا زي الهيماتايت على سبيل المثال، والكوكينيل او الكوشنيل او الكلام ده كله، او الخشب البرازيل، الاذى الانديجو مثلا على سبيل المثال، الاخضر مثلا على سبيل المثال اللي هو الايه الملاكايت، او برضه في الازرق الازورايت. اي من هذه المركبات اللي سعادتك خدتها في المواد الملونه الكالرنج ماتيريالز هتطحن ويضاف لها وسيط اصبحت حبر. والصبغات المستخدمه في صبغه النسيج اذا اضيف لها وسيط رابط اصبحت حبرا، اما لم يضاف لها اصبحت صبغه، ولكن يضاف اليها في عالم النسيج ماده المرسخات زي كبريتات الحديدوز او الالم الشابه في عمليه الترسيخ للحصول على درجات لونيه مختلفه من هذه الصبغات في صبغات النسيج. اما اذا استخدمت بدون هذه المرسخات واضيف لها وسيط رابط اطلق عليها ايه؟ حبرا او مدادا زي ما بيقولوا. خدت بالك؟ اخر حاجه بقى، طبعا في عندك احبار السفر والترحال، ودي اي حبر من الاحبار اللي فاتت بس تجفف وتتعامل فهي اقماع او اقراص، وساعتك تشيلها في صنط السفر اصبحت حبر. بعد كده تدوبه بالميه اللي هو المذيب وتستخدمه، ده حبر سفر وايه؟ وترحال. حبر سري هقول لكم على قاعده بسيطه ليه. بيمسك اي مركب من مركبات الاحبار السابقه ويستخدموا منه مركب يدونوا بيه ويعمل التفاعل على الورق. يعني هستخدم مثلا على سبيل المثال كبريتات الحديدوز، اعمل منها محلول واستخدمها بالكتابه مش شايف حاجه، اجي جايب اي مصدر للتنين لو رشيته كده تظهر الكتابه ورايا. برضه ماده الكوبالت دي بتستخدم بقى جماعه بتوع المخابرات، بيستخدموا الحاجات السريعه كده بقى كده على السريع، تبص تلاقي الاحبار ظهرت وراها، خاصه اذا كانت ذات قاعده. الكوبالت ذات قاعده من الحديد او التنين، ما كانش يبقى لا يصلح استخدام الكوبالت. الامونيا ممكن اكتب الامونيا واعرض للحراره، ممكن اكتب بمواد اخرى واعرض للاشعه فوق البنفسجيه. كل هذا ما يطلق عليه هي قاعده
فصل التفاعل واحداثه فوق الحامل الورك او حامل المقطوب. في هذه الحالة يطلق عليه حبر ايه؟ حبر سري. الحبر المضيء اللي زي الحبر الفوسفوري اللي ساعدكم بتشتريوه دلوقتي، بيضيفوا له مواد بتدي لمعة فيطلق عليه الحبر المضيء. حبر قياسي يلون حسب الرغبة، هي احبار تحضر بلون عديم اللون وتحضر مركبات تلوين على جنب. وقت ما انا عايزه احمر اخد منه جزء واضيف ليه الاحمر، وقت ما انا عايزه اخضر اضيف ليه جزء اخضر وهكذا. اما الاحبار الحديثه زي حبر قلم فونتين او الاحبار الاقلام زي الاقلام الجرافيت بقى طبعا الجرافيت اللي بيستخدم فيها عنصر الجرافيت او الاقلام الملونه اقلام الفوليماستر، انا مش عايز اذكر هذا الكلام لانه لا يمت للمخطوطات بصله. وسائط ومذيبات الاحبار، انا بحاول الم هما عايزين يمشي يا دكتور علي. الصمغ طبعا من الاصماغ، في الصمغ العربي صمغ الكثيراء صمغ الكريز وصمغ الخروب وصمغ شجر الفاكهة وصمغ السارفولينا واصماغ اخرى بالاضافة للغراءات زي غراء العظم والغضاريف وغراء السمك وغراء الحوت وغراء الكازين. طبعا انا عايز نفسي اقول كل حاجة تركيبة ايه. غراء الكازين ده طبعا بيدخل في تركيب اللبن مثلا على سبيل المثال، والجير اللبن والجير عظام غراء العظم والغضاريف اللي طبعا الحاجات اللي بتقرمش مثلا لما تيجي تاكل لحمة ولا اي حاجة دي ممكن اصنع منها هذا الغراء. غراء السمك جلد السمك واللبانه بتاعته او الزعانب بتاعته. اما الاصماغ فبتاتي طبعا من اشجارها جاهزه ويحصل على مستحلبها باذابتها في ماء ساخن للحصول على مستحلب هذا الحبر الصمغ. واضيفه كوسيط لماده الايه؟ الحبر اللي عندي بالاضافه طبعا للمعروف بياض وصفار البيض اللي هو الايجيلكا اند جلير طبعا معروف. اخر حاجه المذيبات واشهر طبعا الحاجات اللي فيها الميه طبعا والنبيذ والخل والامونيا بالاضافه لحاجه انا مش عايز اقولها يعني خالص عشان ما يحصلش فيه ايه تتقرف ولا حاجه. هذا لا اليورين، اليورين بتاع الانسان يعني تمام، كان بيستخدم في برضه كمذيب كماده مذيبه. لكن على فكره افضل المذيبات على الاطلاق وانطبقا للتجارب كان ماء المطر، ماء المطر كوسيط لاحبار العفوتانين المعدنيه. هذا كل ما يقال بشكل عابر وملخص وباختصار شديد عن الاحبار وطبعا مركبات الاحبار. للي عايز يجرب اي حبر يا جماعه ادي الايرن بيرو جليد ودي الايرن جال انك اشهر الحبر الاشهر طبعا، ودي الايرن تانيت ودي الايرن جالو تانيت. للي عايز يجرب طبعا كلهم لونهم اسود لكن لهم ظلال مختلفة تحت الميكروسكوب لو ساعتك شفتهم. لو انا كتبت بحبر الايرن جالو تاني هيديني ظلال من اللون البنفسجي، لو بصيت بميكروسكوب الاقي لون اسود مايل لدرجة البنفسجي. لو استخدمت الالاجيك اسيد او الالاجوتانات مثلا هلاقي لون مائل للزرقة ازرق واضح. اما لو استخدمت طبعا التانيك اسيد هو لون مائل للحمره. اما لو استخدمت الجاليك اسيد ده الجاليك اسيد هيبقى لون مائل للحمره. اما لو استخدمت التانيك اسيد فهو لون درجه مائله للون البني ما بين الاحمر والبني. وكل درجه من دول برضو عشان اتعرف على انا ممكن عن طريق بيتان الحبر او الحبر الباهت اعرف الحبر ده ايه على سبيل المثال. يعني لو لقيت اللون على سبيل المثال رمادي درجه رمادي يبقى ده جاله تانيك اسيد وكان معاه صبغه النيله كاضافه. لو لقيت اللون مائل للون البني يبقى ده هيكون سعادتك الجاليك اسيد او التانيك اسيد او الايرن تانيت او الايرن جليد. طب لو لقيته درجه ما بين اللون الرمادي ودرجه الاصفرار فده بيبقى مستخدم في الالاجيك اسيد في تحضير مثل هذا النوع من الحبر. حاجه كده انا بقولها برضو للايه؟ للأمانة عشان يبقى إلى حد ما نقدر نقول. طبعا أحبار الجالو تانين لو جيت أكشف عنها بمركب زي مثلا على سبيل المثال الصوديوم هيدروكسيد وده أشهر الأنواع أو الصوديوم سايوسلفيت الاتنين بيدوني نتيجة واحدة في حالة وجود أي مركب من مركبات أحبار جالو تانين هيديني لون أحمر لو استخدمت الهيدروكليريك أسيد بنسبة 10% هيديني لون أصفر على سبيل المثال. اما عشان تبقى واضح الكلام احبار الكربون قاطبة لا تعطي اي مشاهدة مع اي كاشف. ليه؟ عشان عنصر الكربون عنصر خام لا تفاعل، ما احنا قايلينها المشاهدة بتنتج عن ايه؟ تفاعل مادة الكاشف مع مادة الحبر اللي عندي.
ارجو ان انا اكون قد افدتكم باي حاجه او قدرت اقول لكم اي حاجه في الموضوع ده. ممكن اترككم مشكله دي ثاني. تمام انا ممكن اخليها هنا عند الدكتور علي. الدكتور علي ممكن اخليها عندك الاخبار دي هنا؟ اه طبعا. ايه؟ اه طبعا.